الرحيم. إذا دائما ما تصحيح سلسلة تمارين ضغط شغل وقدرة قوة وصلنا الآن لتمرين 17 من السلسلة المعتادة. كتقول يتكون نواس من كويرة نعتبرها نقطية وزنها بي كيساوي 0.5 نيوتن. الوزن ديال الكرية هي 0.5 نيوتن، وخيط غير قابل للتمدد وكتلته مهملة. الخيط غير مدود كتلته مهملة، وطوله ال كيساوي 40 سنتيم. ال كيساوي 40 سنتيمتر، مثبت بنقطة او من حامل افقي، هي هذه النقطة او. نزيح النواس عن موضع توازنه المستقر. اذا موضع التوازن المستقر هو موضع التوازن، هو هذا يعني الموضع هو خد الاتجاه الرأسي اللي كيتواجد تحت النقطة في المعلق الخيط، ونزيحه عن موضع التوازن المستقر بزاوية ثيتا تساوي 60 درجة، ثم نحرره بدون سرعة بدئية. إذا في إي كتساوي صفر متر سكون موانزا. ينجز النواس حركة تذبذبية بين موضع بدئي وموضع مماثل معه متماثل معه بالنسبة للخط الرأسي المار من نقطة أو. إذا النواس كينجز حركة تذبذبية ما بين الموضع الموضع هذا الموضع المتماثل معه بالنسبة للخط الرأسي، يعني كيمشي ما بين هذا الموضع حتى هذا الموضع، كيدير حركة تذبذبية. أولا وجود القوى المطبقة على الكوايا. إذا بالنسبة عند الكوايا عندها كتخضع على الوزن ديالها بي، وثاني حاجة معلقة في خيط، إذا غتكون خاضعة على الوزن ديالها بي، والتأثير ديال الخيط اللي يسميوه التي، ما كاينش شي حاجة واحدة أخرى مثلا شي مغناطيس ولا شي، ما كايناش. أولا جنب القوى المطبقة على الكرية، أن تخضع الكرية لي بي وزنها تي تأثير الخيط. ثانيا حدد شغل وزن الكويرة بين الموضع البدئي وموضع التوازن المستقر، يعني ما بين هذا الموضع هذا وهذا الموضع هذا، باش نربط هذا الموضع، يعني حساب الشغل ديالو ما بين الموضع البدئي وموضع التوازن المستقر. ثانيا حساب شغل وزن الكرية بين الموضع البدئي نسميه واحد وموضع التوازن المستقر نسميه مثلا اثنان. هذا الشغل ديال الوزن فيه ما بين الموضع واحد واثنان، نعطي الشغل الوزن كما قلنا بانه هو الاسهل تقريبا في الحساب ديالو. اولا نحدو فاش نتقل الجسم من الموضع واحد للموضع اثنان، واش كان في حالة نزول ولا في حالة صعود. هنا الجسم كان في موضع اعلى ونزل من مكان منخفض، اذا كان في نزول الشغل غيكون موجب، غيكون هو ام في الجي في اش. اذا شنو هي؟ اذا ام موجه عندنا، اذا ام موجه هي الوزن شدة الوزن، اذا كتساوي لها بي في اش، ام في الجي هي بي، حنا عطينا بي، اذا كتساوي بي بقى نحدو اش، لنحدد اش. اذا من خلال الشكل، غنمشيو للشكل ونحاول نحدوه. اذا الاش شنو هي؟ الفرق في الارتفاع ما بين الموضع البدئي والموضع النهائي، اذا هو هذا اش. صافي. اذا اش شنو هو؟ هو المسافة هذه كلها، هذه المسافة هذه كلها شنو هي؟ هي الطول الخيط نقصوا من هذه المسافة هذه. اذا راني هنا عندي مثلث، هذا طول الخيط، اذا عندي هذا مثلث، هذا الضلع هذا نسميه الدي من خلال الشكل. لدينا الدي الدي زائد اش كتساوي لنا ال، يعني اش كتساوي لنا ال ناقص الدي، لنحدد الدي. دابا الدي نحدوه باش بعلاقة المثلثية، لأننا خدامين في هذا المثلث قايم الزاوية، هذا المثلث قايم الزاوية نقدروا نحدو الدي لأن ضيع من الأضلاع ديالو. لأن هذا هو الدي المحدد الزاوية المعروفة نزول الكوسينوس. لدينا كوسينوس تيتا كيساوي لنا المحادي اللي هو الدي على الوتر اللي هو ال، هذا كيعني بان الدي كتساوي لنا ال في كوسينوس تيتا، اذا الدي كتساوي لنا ال كوسينوس تيتا. اذا نعوضو هنا اش غتساوي لنا ال ناقص ال كوسينوس تيتا، الدي هي ال كوسينوس تيتا، اذا ال ناقص ال كوسينوس تيتا، يعني ال عامل واحد ناقص كوسينوس تيتا. نعوضو الان هنا
ومنه الشغل ديال الوزن ما بين موديل واحد و اثنان بالموديل دي موديل توازن مستقر هو بي في ال عامل واحد ناقص كوسينوس تيتا من هي 0.5 نيوتن طول ديال الخيط هو 40 سنتيم يعني 40 10 اس ناقص 2 عامل واحد ناقص كوسينوس 60 هذا غيساوي لنا الوحدة هي جول يعني 0.10 جول 0.10 جول هذا هو الشغل ديال الوزن بيل عند الانتقال من الموضع البدئي إلى موضع التوازن المستقر السؤال 3 الآن قال كم توتر تي للخيط قوة ثابتة فهمتي تاني إذا الفرصة كتكون القوة ثابتة هنا نصوب هذا هو الوزن بيل إذا هذه هي القوة تي إذا الفرصة كتكون القوة ثابتة كتكون القوة ثابتة إلا حافظت على نفس خط التأثير على نفس الاتجاه يعني على نفس الاتجاه ونفس المنحة ونفس الشدة طيلة مراحل الحركة إذا هنا طيب فاش غيكون الجسم هنا غتكون هي هاد فاش غينتقل لهنا غتصبح تي هي هاد إذا واش تي حافظت على نفس الاتجاه تي ما حافظتش على نفس الاتجاه إذا فهي قوة غير ثابتة إذا ما حافظتش على نفس الاتجاه إذا فهي قوة غير ثابتة إذا القوة تي يتغير خط اتجاهه اتجاهه ها خلال الحركة إذا فهي قوة غير ثابتة لأن القوة الثابتة قلنا شفناها في الدرس كتحافظ على نفس الاتجاه يعني نفس خط التأثير ونفس المنحة ونفس الشدة ثلاث مراحل الحركة رابعا خلق حدد شغل توتر الخيط بين الموضع البدئي وموضع مروره بالخط الرأسي يعني بهذا الموضع هي التوازن المستقر لحساب شغل ديال التي يعني شغل قوة التي ما بين الموضع البدئي سميتو واحد الموضع ديال الاتجاه الرأسي يعني موضع التوازن المستقر هنا التي كقوة إذا هنا طيب كي دايرة مع المسار إذا هنا المسار دائرة نقسمو نقسمو الأجزاء إذا هذا قطعة إذا هنا التي دائما مطابقة مع الشعاع طيب دائما مطابقة مع الشعاع لأن هذا غيكون قوس وهذا هو الشعاع ديالو إذا التي دائما مطابقة مع الشعاع فنعرفو حنا بأن الشعاع إلا خديت واحد القطعة صغيرة يعني بحال خديتها كنتمي للمماس الشعاع دائما كيكون عمودي على المماس إذا فاش غينتقل الخيط لهنا وخلنا ناخذ القطعة هذه غتكون تا عمودية على متجهات الانتقال نسمي هذه مثلا ال1 هذه ال2 ال3 إذا دائما تي عمودية على متجهات الانتقال جزئي دلتا ال صغيرة بحال هنا في الدرس هذا الشغل إذا الشغل ديال وزن تي ما بين موضع 1 و2 هو كيساوي مجموع الأشغال الجزئية نسميها هكا نسموها مجموع ديال دلتا تيتا دول في يعني الأشغال الجزئية ما بين 1 ديال القوة تي إذا كيساوي لنا المجموع ديال تي سلمي ديال طاب ال انتقال جزئي ديال دلتا ال هو واحد القطعة صغيرة هنا إذا قلنا بأن دائما تي كتكون عمودية على القطعة الصغيرة اللي كناخدوها لما تي مطابقة مع الشعاع وديك القطعة الصغيرة اللي كناخدوها كتجي مطابقة مع المماس إذا الشعاع والمماس الدائري دائما كيكونوا متعامدين بمعنى أن تي دائما عمودية على الانتقال على متجهات الانتقال الجزئي دلتا تيتا ال فإن الشغل الجزئي ديالها ديال القوة تي كيساوي لنا صفر إذا الشغل الجزئي يعني كل شغل كنحسبو خلال واحد الانتقال صغير كنلقاو العادي اذا مجموع ديال الاشغال كلهم شنو غيكون كيساوي صفر اذا الشغل ديال القوه التي خلال الانتقال من واحد لجوج غيكون كيساوي لنا صفر وبالتالي شغل القوه التي اذا مجموع اذا قلت بان هذه الشغل الجزئي كيساوي صفر اذا مجموع الاشغال الجزئيه ديال القوه التي غيساوي لنا صفر اذا الشغل ديال القوه التي ما بين الانتقال ما بين الموضع البدئي وموضع التوازن المستقر تساوي كيساوي صفر جول sure.